مساء الخير، برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من ألوان. ابتداء بالأخبار الفنية، حتطل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على جمهورها ب 25 حزيران يوليو الحالي بحفلة غنائية ضمن الدورة الأولى من مهرجان جوني الفني، وأكدت أنها عم تسعى لتحريك الإحساس الوطني والروح الوطنية عند اللبنانيين، وأضافت أنه بنحتاج إلى أنه نعيش بسلام وأنه نتخطى هذه المرحلة الصعبة. تمكنت الممثلة البريطانية سيانا ميلر من الحصول على تعويض مالي بقيمة 100,000 جنيه استرليني من جريدة نيوز اوف ذا وورلد. اجى هالشي بعد اعتراف الصحيفة بالتنصل على عديد من هواتفها المحمولة للحصول على معلومات خاصة فيها، وبهيك بتكون ميلر أول شخصية عامة بتحصل على تعويضات واعتذار من مالكية الجريدة اللي بتهتم بأخبار المشاهير. ذكرت منظمة جرين بيس أن أدوات التعبئة أو التغليف الخاصة بلعبة باربي الشهيرة بتنصنع من أخشاب الغابات الإندونيسية، واتهمت مصنعي هذه اللعبة مثل شركة ماتل بالمساهمة بإزالة الغابات، وعلقوا ناشطين من جرين بيس لابسين ثياب كان صديق باربي لافتة ضخمة على مبنى شركة ماتل بلوس أنجلوس، كتبوا عليها باربي الأمر انتهى، ما بوعد فتيات بيشاركوا بإزالة الغابات. أما بالأخبار العلمية، فأثبتت دراسة سويسرية حديثة أن السيدة المدخنة أكثر عرضة للإصابة بمرض انسداد الشرايين بمقدار 17 مرة أكثر من السيدة غير المدخنة. في نحو 8 ملايين سيدة أمريكية بتعاني من المرض اللي عادة بينشأ بسبب التصلب الضيق بالشرايين اللي بيمنع تدفق الدم للرجلين. ذكر موقع هيلث داي نيوز انه دراسة اجراها علماء من جامعة كورنيل بنيويورك اظهرت انه اكل التراب ممكن يساهم بالحماية من بعض انواع الجراثيم والطفيليات. بينت الدراسة انه البشر اكلوا التراب من الاف السنين، وهيدي ظاهرة موجودة بكل الحضارات. شملت الدراسة 480 تقرير عن ثقافات مختلفة بتتناول اكل التراب. أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة دايلي إكسبرس البريطانية أنه ناس من أصحاب الخلق الحسن والعادات الحميدة بيتمتعوا بصحة جيدة أكثر بمرتين ونص من أصحاب الأخلاق السيئة. وجدت الدراسة أنه الأشخاص المنظمين بيتمتعوا بنظافة شخصية أفضل من الناس الفوضويين، وقالت أنه الناس من أصحاب العادات الحميدة بميلوا للالتزام بإجراءات النظافة بأماكن العمل والعناية بصحتهم أكثر من غيرهم. ننتقل للأخبار التكنولوجية اللي بتقول إنه أعلنت الأمم المتحدة بتقرير إلها إنه الوصول للإنترنت هو حق من حقوق الإنسان، وقطع الخدمة عن المشتركين يعتبر انتهاكاً لقانون الدولي لحقوق الإنسان. بيشرح التقرير حالات الوصول للإنترنت مروراً بحالات القطع بشكل كامل مثل ما صار بمصر وسوريا مؤخراً، أو منع إمكانية الوصول لمحتوى معين. كشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية بأنه مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة الأمريكية تمكن من اختراق العالم السري لقراصنة الكمبيوتر، وتبين أنه 25% منهم بيشتغلوا مخبرين بهالأجهزة. وتوصل التحقيق لأنه أجهزة مراقبة الإنترنت حققت إنجاز مهم بإرغام قراصنة إلكترونيين للتعاون مع تحدياتها، مستخدم أسلوب التهديد بسجنهم لمدة طويلة بحال لربطهم. من المقرر انه ينعرض فستان زفاف كاثرين زوجة الامير ويليام واللي حاز على اعجاب الملايين في انحاء العالم بقصر باكنغهام خلال الصيف، وحيكون الفستان اللي صممته سارة بيرتون من دار اثير الكساندر ماكوين القطعة الرئيسية بالمعرض اللي حيفتح ابوابه امام المواطنين بغرف قصر باكنغهام من 23 يوليو ل 23 اول اكتوبر. واخيرا كشف استطلاع للراي انه الالمان هن اصحاب الجنسيه الاقل مرح بالعالم، وانه الامريكيين هن اكثر مرح بشكل عام. طلب موقع التواصل الاجتماعي badoo.com من 30,000 شخص ب 15 دوله اختيار الجنسيه الاكثر مرح والجنسيه الاقل مرح. من الامريكيين جائزه الاكثر مرح، بعضهم الاسبان بالمركز الثاني والايطاليين بالمركز الثالث. مشاهدينا، وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع معنا. ما تنسوا تشاركونا بأرائكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. ودعكم، بترككم مع صور اليوم.